طبيعي ست البيت مش رح ترضى ما تكون ممونة بعض اللحوم، خصوصا بهيدي الأوقات. وجود العيلة كلياتها بالبيت بدها تطبخ كميات أكبر. نحن اليوم موجودين بسوق اللحوم لحتى نعرف أكثر تفاصيل عن كمية اللحوم اللي عم تنشرها اليوم، هل في تخزين أو ما في تخزين. تابعونا بهالتقرير. ما شاء الله تبارك الرحمن، كمية اللحوم كتير كبيرة وكلها طازة. قديش الناس عم تشتري؟ يعني اقبالي زيادة شوي. أسعار اللحمة كيف؟ متوفرة على نفس أسعار التجارة. قد ايه بتبيع كمية للشخص الواحد؟ اللي هو عايزه. والله الحمد لله السوق ماشي كويس، واحنا الأسعار اللي قال لنا عليها الشركة بتاعت وزارة التجارة ماشيين عليها. قد ايه الكمية اللي عم تبيعها باليوم أكثر من قبل؟ ما كانش زادت مش قلت الحمد لله. كمية اللحوم اللي عم تشتريها اليوم؟ أربعة كيلو. يعني مش عم بتخزن، عم بتمول؟ لا 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 لا، كل شهر بس. اليوم عن كمية اللحوم اللي عم تنبيع؟ والله اللحم موجود واللحم متوفر والناس بتشتري واللحم وكل شيء موجود. هل الناس عم تشتري بكميات كبيرة؟ لا قليل، كل واحد بياخد احتياجاته بس. لا لا، انا اخذ احتياجاتي بس، ما اخذ اكثر. لا اصلا اخاف اي، بس انا شوف اني جايه بسرعه ورايحه. اي خايفه للامانه، خايفه اخذ ذبيحه حق الشهر كامل. خبرنا اليوم عن كميات اللي عم تنبيع. لا كويس ماشي الحال. كم شخص عم تستقبل بالمحل؟ دخل نفر بنفر، يخلص يخرج زي ما انت شايف. وقد ما اجى الشخص طلب كميات كبيرة بتعطوه؟ اي لو عايز 20 خروف ياخد. بدك تشتري؟ شو بدك تشتري؟ لحم. ايه الكمية اللي بدك تشتري؟ خروف. خروف؟ ايه. ما شاء الله. بالايام العادية بتشتري نفس الكمية؟ لا بالشهر مرة يعني. وبس عم تاخد خروف ما بتاخد جاج؟ باخد جاج. ايه. دايما ناخد جاج؟ يعني كرتونين بالشهر، وكرتون خروف او خروف كامل بكفي يعني. ما في عجقة اليوم كتير بالسوق وما في عدد كبير من الناس، بس بالشارع في كتير. يعني منشوف بشويخ عدد السيارات، عدد الناس شي كتير كبير. للأسف إلى جانب عجقة السير الكتير كبيرة استوقفنا عدة مناظر. وجود الأسرة كاملة بقلب السيارة لتنزل تجيب غراض، هل هالشي مسموح بهيدا الوقت؟ هل اليوم إذا أنت مش خايف على صحتك أو صحة عائلتك، مش خايف على أولادك كمان؟ إيش عم بتبيع؟ مو شو اليوم، كل يوم بترزقه يعني، ممكن 300 كيلو 200 كيلو 400 كيلو حسب. قديش الكميات اليوم اللي عم تنباع؟ أكثر من الأيام العادية؟ أكثر من الأيام العادية. قد ما طلب الشخص كميات كبيرة بتعطوه عادي؟ كل حاجة بيحصلها موجودة إن شاء الله. يعني أنا إذا جيت طلبت مثلا 60 كرتونة بتعطيني عادي؟ آه بجيب له مثلا بعديها وكده وأجيب له اللي عايزه. الأسعار كيف؟ الأسعار نفس السعر الأولاني يعني. الطلب على اللحمة هو نفس الطلب على الدجاج، لأنه في ناس بتفضل إنه تخزن كميات إن كان من اللحمة ولا من الدجاج بالبيت. مع العلم انه الكميات المتواجده بالاسواق هي عم بيقولوا كميات كبيره، وباكدوا صح اصحاب المحلات واصحاب المهن انه في كميات كبيره بالسوق ما في حاجه للتخزين، ولكن قد ما بيطلب الشخص كميات حتى لو كانت كبيره عم يعطوه.